بمقطع اليوم رح نجرب ألعاب الإعلانات على الموبايل للمرة الثانية. الله ياخذ اعلانات الموبايل، ما احبهم ما احبهم. لكن كل العالم بالتعليقات سوي جزء ثاني، اعمل جزء ثاني، بدنا جزء ثاني، ابشروا لعيونكم. ايوه لا صارت قديمه خلاص اسف. فاصورتي اذا بدك اياني اسوي جزء ثالث، جزء ثالث لا بمزح، لا تسوي شيء، بس اضغط زر لايك اصورتي الله يسعدك. يلا بسم الله خلينا نبدا ونشوف اعلانات الموبايل. المشكله يا جماعه اني اضل ساعتين وانا بدور بالاعلانات عشان احصل لعبه. يلا بسم الله. ايوه حصلت اعلان لعبه، شكلها لعبه مصارعه، يعني اختار المصارعين، يخيروك بين مصارعين. اختار جون سينا يا ما اختار جون سينا. طيب اندرتيكر، اندرتيكر الله ياخذك. ايوه اختاره. ايوه هون شو يعني، في مرحله بس تمشي تمشي لحد ما توصل الى حلبه المصارعه. ريمستيريو بينتظره، اعطاه كف شالو. او ماي جاد شكلها لعبه مصارعه على الهاتف، خلينا نجربها. دخلت الى اللعبه، تمام في عندنا مصارع، شكلها اللعبه حقيقيه وما لها كذب. نضغط ستارت، والله يمشي. او ماي جاد فيني اتحكم فيه يمين ويسار، شايفين؟ برفع الليفل من هاي الاشياء اللي باخذها وبختار مصارع، اختار هذا اسمه كيني شكلي ما بعرفه يعني، وبعدين كمان نرفع ليفلنا من هون ناخذهم ونجي نقاتل هذا المصارع اللي موجود هنا. بس شلون اقتله؟ ما بعرف. ضربني، اضرب الله ياخده، اضربه، لازم اضغط بسرعه، والله اعمل حركه باور سلامر شو اسمها، طيح. والله مصارع على الهاتف. ماني مصدق. اصبروا، فزت فزت. طيب خلينا نلعب مرحله ثانيه، شو ممكن يكون ولا كذب. اشتريت عضلات، طلعوا المصارعين يشترون عضلات. صار اقوى يعني، اشتريت له عضلات يا جماعه. خلينا نحط ستارت، ليتس جو. هيك فكره اللعبه والله حلوه، تاخذ من هون المستوى يعني انك تتمرن، صار ليفلي واحد. فكرة الإعلان واللعبة حقيقية 100%. خلينا نضغط بسرعة، ممكن نشيله، ما أتوقع. شوفوا أنا بضغط بسرعة، هو ليفل 2 مع أني أنا ليفل 1 وقدرت أشيله بسبب أني عم بضغط بسرعة، قتلته. أوكي خلينا نجرب الحركة اللي حصلناها، أتوقع هاي الحركة يعني حصلتها جديد. اضرب على بطنه. Let's go. فكرة اللعبة يا جماعة حقيقية 100%. الإعلان اللي بعده، يومك الأول كسائق حافلة. أوه ماي جاد، شوفوا هذا هو ليفل 26 وماشي بسرعة. إيه خلاص مات، خسر. دخلت إلى اللعبة من بدايتها فورا، ما في مرحبا أهلين، فورا نلعب. فورا نلعب على طول، لا في ترحيب ولا في شيء. تقدر تركب هدول الركاب وتاخذ الباص يمين ويسار، ما لازم انك تفوت بالعالم، اذا فتت تخسر. لنفترض انا بدي افوت نفسي، ما يخليني قاعد يعلمني، قال لي لا ما في، بس انا بدي افوت، بدي افوت، والله لا افوت، خليني افوت. إيه؟ ايوه فتت. خسرت مجموعه من الركاب. خلينا نشوف في شرطه، نفوت بالشرطه. والله افوت بالشرطه، اصبروا. نخسر شويه ركاب، ايوه ارجع. ضربت سياره الشرطه. خلاص خليني اهرب وبس، وصلت الى خط النهايه. اوكي فكرة اللعبة نفس الاعلان، لكن خلينا نشوف جولة ثانية ممكن تختلف. هذا اللاعب، هاي شخصيتي جوا اللعبة، اخذت الفلوس. ووو شو اجي اسوي؟ كل ما يجي عندي واحد يدخل على الملاهي يعطيني فلوس. وين الباص؟ بس يعني اول مرحلة شفته، قلت لكم ما احب اجرب العاب الاعلانات، يكذبون. عندنا هون اعلان واللي هو انك بترمي كرة، وهي الكرة لازم تجي عند هاي المربعات، وبعدين لازم توصلها عند خط النهاية اخر شيء وتدخلها بالبوكس. ما فاز، كان لازم يجيب 50 كرة، جاب 13، والله شكلها حلوة، خلينا نجربها. حملت اللعبة، خلينا نجرب. عندنا هون نرمي الكرة، وشو لازم أعمل؟ لازم أحرك هدول، أقدر أحركهم. اصبروا، طيب إعادة محاولة، ارمي. أيوه شكلها والله صعبة، تحتاج إيم على فكرة، وتحتاج حساب حتى عشان ما تخسر كرات، فهمتوا؟ يعني لازم بثانية تحسب. هات لنشوف كم كرة وصلنا. أعطاني كرات زيادة لأني يعني مبتدأ. خدنا 50 كرة. أيوه ترتيبي 60268. أوه ماي جاد على هالترتيب. نجرب مرة ثانية. نرمي. ناخذ ضرب ثلاثة أكثر من زائد خمسة. لا أصبر يا حوحو. زائد خمسة أكثر من ضرب واحد ضرب ثلاثة يساوي ثلاثة. واحد زائد خمسة يساوي ستة. عيد عيد. والله إني غبي. عيد. أيوه ستة. ضرب اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين. ايوه زائد خمسة زائد عشرة زائد خمسة. ايوه
كفو، بس كيف راح اوصل يعني 50؟ والله اني ما غلطت بي ولا واحده. اذا تسوي هدول كرات تاخذ دبل. حلو، جبت ال50. عشانكم بس. الاعلان اللي بعده. ايه تجي وتطور السيارة، درفت وتطور، درفت وتطور. والله شكلها حلوة، تخيل لو هيك. ولا وفي اعطيها في الجير اول ثاني روح. خلنا نجربها، احب العاب السيارات، بس ان شاء الله ما يكذبوا علينا. فتت الى اللعبة يا جماعة، تاب تو ستارت، خلنا نضغط. بعدين كيف اسوق؟ وين السواقة قبل؟ ايوه بس اني اضغط على الشاشة يعني؟ وين ال ايوه وبعدين؟ بس هيك قلت لكم راح يضحكوا علينا. خلنا نشوف اعلان ثاني. ايوه شو اللعبه، ترمي زجاجه ولازم انك تجيبها واقفه يعني ما توقع على الارض وتضلك تمشي. وقعت خسر؟ لا ما خسر. شو الفكره يعني منها انك ترمي الزجاجه؟ والله ما بعرف شلون تفوز، ما بعرف، شكلها حلوه. خلنا نشوف. عم بيقول لنا اضغط، ضغطت، اشتغلت الغساله، ضغطت، صرنا هنا. طب انا شو لازم اسوي؟ فزت؟ لازم اجيبها بهاي السله هنا يعني، بس هاي الفكره. طيب كيف اخسر؟ شلون اخسر؟ فتحت البانيو هنا. ايوه انكسرت، فهمت الفكره، اذا تجي على الارض تنكسر. يخرب بيتها. بس يا جماعه كيف تفوزون اللعبه بدون ما تشوفونها؟ والله ما راح اشوف بدون ما اشوف. لعبة ايزي فقط، بس انك كل شوي تضغط ضغطة وخلاص. بس الاعلان اللي بعده راح يكون على التيشيرت. خلينا نجرب اللعبة اللي موجودة على التيشيرت. شلون العب؟ اضغط مسافة. ايوه هاي لعبة الديناصور، لازم تنط. ايوه ايزي، ياي روح. اقدر اضغط هون لو ضغطت ينط. ايوه ينط، شوفه نط 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 نط. الاعلان اللي بعده واللي هو عباره عن لعبه بطيخ، بطيخ في بطيخ، لازم انك تنزل البطيخه تحت بطريقه معينه. شايفين؟ لو نزلت بسرعه هيك شو يصير مثلا؟ يعني تنكسر؟ ما اعرف يعني انه شو الفائده؟ انا شو لازم اعمل؟ مشكله يا جماعه ما تفهمون شو لازم تسوون. تحافظوا على البطيخه من انها ما تنزل تحت وتنكسر. خلينا نلعب لعبه البطيخ. دخلت الى اللعبه وفي عندنا مستويات، خلينا نبدا بالمستوى الاول. اضغط بلاي. وين البطيخ؟ وين البطيخ؟ طيب ما علينا، نحرك يعني؟ لازم نحرك عشان ننزل الكرة تحت بحيث انها ما تلمس شيء يعني. والله ماني فاهم شيء، يعني انه لازم اخليها تنزل هيك. صرت ولا فزت؟ اقسم بالله ماني عارف. طلع لي اعلان ثاني. اوكي خلص يكفي. فالهون يا جماعة من قوة وصلنا لنهاية حلقتنا، ان شاء الله المقطع يكون عجبكم. جربنا العاب الاعلانات مرة ثانية مثل ما بدكم انتو. انا يعني عن نفسي والله ما كنت ناوي اصور، فبس قبل ما تطلع صورتي اضغط انزل اللايك وبس. كان معكم سبايرر من قناة سبايرر جيمر. بيس اوت.